غادي يطلع الفوق وغادي يرمي ديك السنتة اللي بها كيطلعوا الشراج من تعريدو من البالكون، وغادي يعنقني انا وماما وغيطلب منا السماحة ويقول لينا سمحوا لي راني عذبتكم خاصني نخرج نشم شوية ديال الهواء، وهاديك غادي تكون اخر تعليقة ما بيني وبينه. من بعد ما عنقنا غادي يخرج من الدار، دارت 11 ونص 12 صونيت عليه قال لي انا غير هنا نشم الهواء ونجي، دارت لي وحده غنبقى كنصوني ما يبقاش كيجاوب، غادي تصوني ماما والو، شويه تطفى التليفون. قلت لماما يلا نقلبوا عليه. في ديك الليله خرجنا كنقلبوا عليه قسما بالله، اذا كنت نحس ديك اللحظه بلي انني راجل على اي واحد كنت نقلب في الخلا وفي الليل وفي الشوك وكنعيط ما خليت فين مشيت. مع المدينه كان صغيره، رجعنا للدار على اساس انه رجع ولكن والو، عاوتاني غادي نولي نخرج. طلبت من ماما يلا نوضي فين عند الجندار مع كانوا عارفين الحاله ديالو، حيت فاش كان مريض كان تيهضر مع بزاف ديال الناس وكيشكي من بزاف ديال الناس. مشيت لعندهم وحلين نبوس لداك لجودان رجليه، الله يرحم ليك الوالدين، خلي الدراري ديال كيخرجوا يقلبوا معايا، على الاقل عندهم طوموبيل كبيره والضو. تيقول لي لا تدوز 48 ساعه، انا مزوقه فيك، راه بابا مريض راه ماشي بخاطره والو. رجعت للدار واخيا باحساس حسيت بيه ديك الليله هو انني لما حطيت رجلي في ديك الدار قسما بالله اذا قلبي قال لي هذه هي اخر مره غادي تشوفي فيها باباك وما تبقايش تشوفيه، غادي ندخل لديك الدار وغادي نبقى كنبكي عليه. بكى نتاع فاش كتسيقي الخبر بلي شي حد عزيز مات عليك، بكيت ديك الليله على حر جدي وكان غوت وحنا مازال ما عارفين شنو الواقع. ماما بقات عليا بركه وراك غير كتزيدي فيه وباباك دابا يبان، وهي براسها كانت مقهوره وكانت عارفه بلي اننا عمرنا ما غنبقاو نشوفوه، حيت من ديك الليله كان باين كلشي. غادي تجي عندي وتقول لي هاكي بان انا توقضي، حيت فاش غادي يطلع الضو ما عرفناش شنو غادي نلقاو. كليت قبل الفجر وبقيت كنبكي وكندعي، من بعد غادي نعس من 5 حتى ل 6 ديال الصباح وغادي نسمع جارنا تيدق تيقول راه باباك لقاوه منتحر في الواد. بابا انتحر وقبل ما ينتحر مشى يصلي الفجر مع الناس في الجامع، سمح معاهم وتسحر فرج كرتونه باش ينعس ومع 6 ونص انتحر. ماما انهارت، انا داكشي اللي كنت غادي نبكي عليه سبقته بساعات. ديك اللحظات كنت بردت، ماما منهاره وانا كنت نجمع الدار وتنشوف شنو غادي ندير حيت الناس بداو تيجيو وهو بداو التشريح ديك الساعه، ولقاو بلي انه ما مضروب ما والو منتحر عادي. من بعد غادي تبدل الحياه بشي واحده اخرى، من بعد الموت ديالو غادي يوقع صراع ما بيننا وما بين عائلته بلي بغاو يدفنوه في مدينته فين هما كاينين، انا رفضت ودفنته حدانا وما جاوش لي خوتو يشوفوا ولا يتوادوا معاه ولا حتى يتسامحوا معاه. جا عمي واحد ولا خرج معطل مع العلم عنده 7 ديال الخوت، والديه ما جاوش حتى هما، دوزتها وقلت ماشي مشكل. من بعد تقطعات العلاقه ما بيناتنا، ما تيسولوا فينا ما تيشوفوا شنو خاصنا ما والو. ماما ضد نجبد معاهم شي صراع ولا نعاتبهم واخا كان تيبقى فيا الحال. عائله ماما الحمد لله ما خلاتنيش انني نحس بلي محتاجه عائله، عائلتها اللي واخا ما عندهمش وقفوا معانا وقفه كبيره. نعرف فاش مات بابا غادي نعرف بلي انه داك الشاب اللي كنت بغيت ماشي هو كلشي في حياتي، وماشي حيت فارقتنا الظروف سرات الدنيا. ففي الموت ديال بابا غادي نعرف بلي انه كاين اهم من هاد الخزعبلات ديال المراهقه، غادي نمرض ديال بصح بسبب فقر الدم لدرجه انه كان علاين يتحول ليا لسرطان حيت ما كانش عندي باش نتعالج. وماما بقات لها اخر حاجه ديالها من الذهب اللي هي واحد السريتله في يديها غادي تبيعها هي باش تعالجني، غنوقف على رجلي وغادي نخدم 800 درهم في الشهر اللي كنت نشدها في 2018، خدمت فيها سيمانه من بعد جات خدمه واحده اخرى ب 1000 درهم في الشهر، ومن بعد 6 شهور تاع ستاج اذا عجبتهم غادي نبقاو يخدموني ب 2500 درهم. عجبني الحال وخدمت على نيتي، بقيت عاطيه غير للدرك ديال الخدمه والكليان غادي وراجع على قبلي على قبل التعامل ديالي. فاش وصلت الوقت اللي نسني فيها كونطرا قال لي مولشي ما عنديش وما نقدرش نزيدك، واذا زدتك نزيدك 500 درهم. واخا كانت الخدمه عنده عامره والناس داخلين خارجين خش من عنده وانا ما عارفه فين غنمشي ولا شنو غناكل انا وماما. الحاجه الوحيده اللي كنت باقا في يدي هي فاش كنت خدامه معاه، كنت كنخدم من 9 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه، كنمشي للدار كنتودا كنصلي وكنزيد سوايع اضافيه للدراري الصغار من 7 ديال العشيه حتى 11 ديال الليل، هكا باش كنت كنعاون راسي. وقسما بالله ديك الخصه كنت نخلص بها الكريدي نتاع بابا وشويه من تاع دوايا ما كيبقاش لنا باش نعيشو. ماما كانت كتخدم مره في الخياطه كاين مره النهار اللي غادي نسالي معاه ما عرفتش شنو غادي ندير ولا فين غادي نمشي. لغد لي شديت البيسي ديالي اول حاجه كانت بانت ليا هي التجنيد الاجباري اللي كان يلاه بدا
وغادي ندفع ليه بلا ما غادي نفكر. دفعت وانا ما عارفه شنو مصيري ولا علاش. دازت اسبوع وانا فيها كنت كندوز بزاف ديال الكونكورات وداك الجنيد مازال ما جاوبنيش، وحتى داك الكونكورات ما جاوبني فيهم حتى شي حد. غادي تعيط ليا واحد السيده اللي كانت صاحبه ماما واللي فضلها كبير عليا، غادي تعيط ليا، غادي نمشي لعندها لمدينه كبيره وانا ما عارفاش علاش. ما غاديش نكر كيف حطت عندها رجلي شراتنا موسيعة لقبلي جديدة باش ما نعش في الأرض ولا نعش في صالون ديال الضياف. عملتني بحالي بحال بنتها تماما، اللي دارتها لهم دارتها ليا. المشكل اللي لقيت أنه الناس اللي غادي نخدم معهم كانت فيهم إنسانة اللي هي مخيارة بزاف، وكانت خايفة لنأخذ لها بلاصة، مع العلم أنني كنت جاية وظهري مكسور وراسي محني، خاصني غير طرف ديال الخبز، ما تنفكرش حتى شي حاجه من غير انني نوفر واحد الطريفه ديال الخبيزه لماما. هاد السيده دوزت عليا اخي بحوايج اللي تقدر تشوفهم انسانه بكسوره، ويلا قالت بسم الله. انا ما كانش عندي وقت فين نكتئب نهائيا ولا حتى الوقت فين نرتاح، كنت نخدم الوقت كله. صبرت على المكائد ديالها لمده عام وعمرني ما جاوبتها ولا اديتها، كنت باغا تربيه بابا توصل ليها. الحمد لله ما جاوبتها، ما كنت كندبز معها ما حتى شي حاجه، حيت السيده اللي انا معها واللي عادت اللي نخدم معها كنت ربيت واحد الايام في دارها بحكم ان هي وماما كانوا خدامين بعضياتهم، يعني عارفه تربيتي وعارفاني شنو كنسوى. كنت كتقول لي صبري وانا كنت كنصبر على وجهها، ومره مره هي كانت كتجيب لي حقي منها. الناس كاملين الحمد لله عندي لحد الان سمعه طيبه بين الناس، وليت مركز على خدمتي وعلى راحتي وعلى ماما. فعلا دازوا عليا ظروف خايبين بزاف، ظروف اللي ما قادراش نعيط لماما ونشكي لها، ظروف اللي خايبه ديال بصح ما كنتش قادره نشكي حتى شي واحد، كنقول خصني نخدم. عندك الا مشيت شكيتي خرجوني من الخدمه، عندك نبقى بلا خدمه، عندك نبقى انا وما بلا طرف الخبز. ما كنتش كنعرف ان رزقي عند الله، من موراها ولله الحمد غتجي كورونا وغيبقى رزقي عند الله، وغيبقى ما تقطعت عليه حتى شي حاجه، لا صالي ردي لي حتى شي حاجه. السيده كانت مهليه فينا، تعذبت شويه في كورونا حيت كنت بعيده على ماما، ولكن الحمد لله غدوز الفتره ديال كورونا وانا قلت باقي ما عنديش الفرصه باش نكتئب. الخدمه اللي انا فيها دابا كتعيني بزاف، كتاخذ مني بزاف ديال الطاقه، ولكن من واحد الناحيه كنحمد الله حيت عندي صالير مزيان. ركزت على خدمتي وراحتي وتعاميت على السلبيات ديال الحياه، كناخذ الصالير اللي رجال معايا ما واصلينوش، لكن كل مره كندخل في حاله اكتئاب كنحاول نخرج راسي منها، حيت كانت عندي عقده من المرض ديال بابا انه مات بمرض الاكتئاب. فبديت كنتحارب حيت رفضت نمشي في ديك الطريق وكان وقف على رجلي. انا اليوم بوحدي عند ماما وعمرني ما رجعت للور ولا فشلت، كنا عايشين مستورين بزاف وهبطنا بزاف، ولكن عندنا قناعه ليا كبيره. ما كيهمنيش نشري دار، ما كيهمنيش نشري طوموبيل، نلبس ماركه، هذا الشيء كامل انا في غنى عليه الحمد لله. ما كنحسش راسي بنت هذا الجيل ولا هذا العالم، كنحس براسي مختلفه بزاف، وهذا انطباع عليا حتى في الخدمه، كلشي كيحترمني. تنخدم غير وسط الرجال، ما كاينش شي حد فيهم لحد الان قدر يتجرأ عليا ولا يهز فيا عينيه. قلبي طيب بشهادة الجميع، وتنحاول على اللي يخدموا معايا وحتى هما كذلك. انا اليوم بجهد الله غدا مزيان باقا كنخلص في الكريديات ديال بابا، وما يمكنش نشري شي حاجه ولا نديرها حتى نكمل هذا الكريدي، متشبته نخلصو ورغم الناس كيسامحوا، مع العلم انه بابا ما كانش حاس فاش انه كان تياخذو. بعد الموت ديالو الناس كامله كتقول لي بلي انه كانوا كيحلموا به بصوره اللي كانت مزيانه. كنطلب من الله يغفر ليه، لانه انا اكيده داكشي كان فوق من طاقته. الحاجه اللي خاص تعرف الناس بلي احنا ما مفروضش علينا نكونوا كيما بغى واحد اخر نكونوا، احنا مفروض علينا نعيشوا حياتنا نكونوا كيما احنا، نخافوا من الله ونكونوا كيف ما خاص يشوفنا الله، كيف ما امرنا الله، ماشي مفروض علينا نبانوا ونلبس ونخرج ونجلس في البلاصه الفلانيه. المفروض عليك ديري مجهودك تحاولي تنجحي في حياتك، ماشي لوالديك، ماشي للناس، ماشي لصحابات ماماك، ماشي لصحابات باباك. المفروض عليك تقراي وتنجحي وديري اللي في جهدك لراسك. المفروض عليك انك واخا ما قريتيش وما نجحتيش، ولا واخا انك كنتي كتقراي وقع لك واحد الانهيار في القرايه ديالك مثلا ولا في الحياه ديالك، تحمدي الله وتحاولي تكملي في جهه اخرى. مفروض عليك انك تحمدي الله على كل حاجه، مفروض عليك انك تبعدي على طريق الحرام كما بغات تكون اي وحده واي واحد غادي بشي طريق خايبه. انا ماشي هادشي اللي عاود كيعني انني باقي 100%، اي واحد غادي في طريق خايبه يرجع لله، ولو انه يرجع للطريق الخايبه يقول انا كل مره كنت وكنرجع يولي يرجع لله، وربي غادي يعفو، غادي يعفو عليه، ربي غادي يستجب، غادي يستجب. ما يمكنش انت تدعي الله ربي ما يستجبكش، ما يمكنش، ما يمكنش. واخا الاستجابه غتعطل فحيت ان الله كيبغي يسمع صوتك في الدعاء، ان الله كيبغي يسمعك انك كتطلب وكتدعي. انا اليوم الحمد لله كنشوف راسي واصله حيت ما مديتش راسي للحرام، ما مشيتش للحرام، مع انه الحرام بالنسبه ليا كان اسهل ما يكون، حيت ساهل انني نخرج الطريق ما عندي لا والد اللي غيغوت عليا، لا خوت اللي غيراقبوني، لا عائله اللي غتراقبني، انا وماما. ماما نقدر نسمح فيها ونخرج في مدينه كبيره اللي ممكن تعطل الحرام بشتى انواع، وللحرام فيها كيقول لك ها انا، ولكن
الحمد لله ما مشيت. انا اليوم فخوره براسي اميمه، فخوره براسي حيت ما مديتش يدي حتى شي واحد، حيت وقفت على رجلي ووقفت ماما. انا فخوره براسي حيت رغم الطيحات اللي كنطيح ورغم دوايات الاكتئاب والاكتئاب اللي كنشخص به كل مره وكيقول لا وخاصك تاخذي الدواء، حتى الا خديته نهار لا غد لك نقول الله يعين الشيطان. ما كاين حتى شي حاجه اكثر من ان الله قال لنا صلي وندعي وندير قيام الليل وربي كان كيفاجئ عليا. شلا حوايج ربي حقق ليا ولله الحمد، ما بينها انا وربي سهل عليا في الزوج نفس الاخلاق ديال بابا اللي ديما كانت هي امنيتي، مزوجه براجل كيتقاتل على ودي وسبحان الله عنده نفس السميه ديال بابا، انسان متقي في الله وما كيبغيش دمعتي تنزل. واخا نكون انا اللي درت المشكل، مستحيل يقبل يشوفني كنبكي. انا ممتنه لاي حاجه عشتها، ونصيحتي للبنات هي كالتالي: فيقوا شويه مع وليداتكم، راعي وليداتكم، راعي مشاعر وليداتكم. الامراض النفسيه عندنا بزاف، عندنا بزاف الناس مرضين، بزاف الناس باباك ولا ماماك ولا اختك، اي مستمع كيسمعني ضرب دوره عائلتك، جلس مع عائلتك، شوف شنو داير، شوف شنو داير مع وليداتك، ما تضغطش على ولادك. حتى واحد ما كيبغي يكون ما ناجحش، حتى واحد ما يبغي يكون فاشل في حياته، ما تضغطش على وليداتك، دور بيهم. وانتي ما تضغطيش على باباك، وانت ما تضغطش على والديك. الضغط على الاب ولا الضغط المسؤولية اللي كيهز الاب كبيرة، اذا حس بانه ما موفرش لولادو شي حاجة غيمرض، اذا حس بانه ما قادش بولادو غيمرض. حاولوا على والديكم، وانتم الناس حاولوا على وليداتكم. لكل ام كتسمعني، حافظي على دارك، صبري وحافظي على دارك كيما بغى يكون الحال. خليونا من هذا الشيء اللي ولا مؤخرا هكا تربينا، كنحافظوا على بيوتنا ونحافظوا على عائلاتنا. ماشي اول مشكل الطلاق، ماشي اول مشكل نخرج نخدم. الخدمه في الزنقه ماشي سهله، الخدمه باش تخدمي النهار كامل وتقابلي دارك بالليل ماشي سهله. كنحيي اي مرا خدامه، كنقول اي مرا تدوف وجهك البيبان وقفي على رجلك، ولكن حاولي تحافظي على دارك. الراجل في الدار ظهر كبير. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حلقة الليلة، حلقة نورة. العين حق أكيد هادشي اللي استنتجنا من القصة ديالها، لأنه الإنسان يقدر يحسدك على أبسط ما عندك. داكشي باش تنقول ديما، ماشي أنا تنقول، هاد الشريعة ديالنا تتقول لأنه ديما خصنا نحميو رؤوسنا من شر الخلق. شتو حتى العين ديال المحبة، شي حد إلا حبكم واحد الحب اللي هو أكثر من القياس، خصكم تحميو رؤوسكم ديك المحبة، لأن ربما تأثر عليك. ما كاينش محسن من ذكر الله باش نحميو رؤوسنا. هذه كانت حلقتنا الليلة، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم واستفدتم منها كيف العادة. يا متابعيني أوفياء ديولي، بانوا لتحت في التعليق راني توحشتكم. دمتم في رعاية الله وحفظة، نتلاقاو غدا ولا بعد غدا ما عرفش. سلام سلام.